اليوم رحت نادي الدوحة للجولف اللي بيستضيف بطولة قطر ماسترز 2015 عشان أتعرف على لاعبين منتخب قطر للجولف وأسألهم شن هي رياضة الجولف؟ شن اللي يعني لفت انتباهكم للجولف؟ أنا عن نفسي أبوي يلعب جولف فهو اللي شجعني يعني وهو اللي يابني أول مرة ألعب جولف وحبيت اللعبة. بس الحين أنت أكيد يعني تفوز على أبوك يعني. أكيد بالراحة. صالح وأنا نفس الشيء بعد أبوي يلعب جولف وهو اللي شجعني على اللعبة. ولما قال لي صالح ان لاعب الجولف يحتاج 14 مضرب في شنطته رواني شلون يضرب الكوره وهذه محاولتي انا. عقب محاولتي الفاشله في المضرب الصغير قلت اجرب المضرب الكبير يمكن يكون اسهل لان الكوره بتكون على خشبه صغيره اسمها التي. علي رواني شلون اضرب الكوره وهذه محاولتي انا. ترى الموضوع طلع صعب. كم حفرة في الملعب هاي؟ 18 حفرة في هالملعب. هاي بس عندنا في الدوحة ولا؟ لا كل دول العالم في إذا فيها ملعب جولف يكون راح يكون 18 حفرة. 18 حفرة يعني هاي المعترف عليه. أكيد. 18 حفرة في اليوم تعتبر مباراة واحدة من أصل أربعة في بطولة القطر ماسترز وتأخذ من اللاعب من 4 إلى 5 ساعات في اليوم. يلا إن شاء الله. لنا لقاء. جزاكم الله خير شباب. مقصر. تاكسي وقف.